بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل سلسلة محاضراتنا في موضوع الفيكس بروستودونتكس. موضوع محاضرتنا اليوم راح يكون عن الدايجنوزيس اند التريتمنت بلان ان فيكس بروستودونتكس. طبعا كل الجميع يمكن ماخذين في المواضيع اخرى عملية الدايجنوزيس اند تريتمنت بلان، احنا ما راح تختلف كثيرا، لكن اكو فد مواضيع راح تدخل في خصوصيات الكراون بريدج نحتاج نسويها اثناء عملية الدايجنوزيس حتى نوصل الى سكسسفل تريتمنت. لازم عندك بروبر دايجنوزيس اند تريتمنت بلانينج، لان ممكن يكون دايجنوزيس اند تريتمنت بلانينج احد اسباب رئيسية of the failure of your treatment. Like successful management of a cases begin with a thorough assessment of the patient physical and psychological condition and determining a treatment that will satisfy the exception of the patient. طبعا احنا ايضا التريتمنت مالنا لازم يكون يلبي كل متطلبات المريض اللي جاي من أجلها، مو فقط يلبي متطلباتنا العلمية اللي نريدها، أيضا يلبي متطلبات المريض. الدايجنوزيس can define as the determination of the nature of a disease, while the treatment plan is a sequence of its procedure plan for the treatment of a patient after diagnosis. يعني خطوات معينة أو you plan it حتى تسوي التريتمنت بصورة كاملة بعد ما تسوي diagnosis للكيس، حتى ما تصير تبقى مثل ما يقول واحد تايه بين ماذا تفعل المريض. لا، أنت عندك خطة علاجية متكاملة وتبدي بيها حسب الأولوية، وحسنا نعرف شو ما هي الأولويات وكيف نوصل لهذا التريتمنت بلان. التريتمنت بلان ممكن نقسمه إلى 4 فيسز. الفيس الأول هو يتضمن الدايجنوزيس، والدايجنوزيس بخطوات تتبعها حتى يو collect information about your patient. This phase involves dental and medical history, clinical examination و radiographical examination و then diagnostic cast examination و diagnostic photographs, diagnostic workup و aesthetic evaluation. بعد ما نسوي هذا، نخلص هذا الفيس، نذهب على الفيس 2 اللي هو disease control، و it is involved periodontal and endodontic therapy, removal of existing restoration and caries control. بعد ما نكمل هذا نذهب الى الثيرد فيس اللي هو involved restorative، اللي هو include crown lengthening, implant surgery, gynecological technique, long term provisional restoration, crown and fixed bridge partial denture or cast removable partial denture. والفيس 4 last phase هو maintenance 4 phase اللي هو involved recall every 6 months, fluoride supplement, reinforce oral hygiene و improve diet habit of the patient, improve the diet. Okay. Now الدايجنوزيس، حتى نوصل إلى دايجنوزيس مضبوط of disease of the patient that he complain, you have a 5 element important you should follow or you should have it during diagnosis. This element involves history taking اللي هو data collection from the patient و clinical examination. This involves TMJ and extraoral evaluation or intraoral examination, diagnostic cast examination or radiographic examination or even photographic examination. Okay, all these element is important during the first phase اللي اتكلمنا عنه.
حتى نوصل إلى لدايجنوزيس مقبول. أوكي، ويا أيضا مثل ما قلنا الفوتوغراف والواكسينج واكس أب دايجنوستيك وإستاتيك إيفالويشن. الداتا كوليكشن أو الهيستوري تيكن فروم بيشن تنفولف بيرسونال انفورميشن ودنتال هيستوري والميديكال هيستوري والشيف كومبلين اوف يور بيشن والشيف كومبلين شود بي ريكوردد بريفيربلي تو ريكورد باي ذا بيشن اون وورد اند ديورينج ذيس فيس ات از امبورتنت ذات يو ديدنت يو شود نوت اسك ذا بيشن ليدنج كويشن. يعني ما يجي اسئله مثلا اذا عنده بين هذا يوجعك بالبارد لو بالحار لو لما تنام لو شنو مثلا تقول له وات تساله شلون هذا الوجع يصير عندك. يعني لما تكون ليدنج كويشن المريض راسا يجاوبك عليها وقد يكون اجابته خير صحيحه. مرات المريض يعني تقول له بالبارد يقول لك بالحار اي لا، لكن لا من السؤال شنو اللي يخلي الوجع يصير عندك راح يصفن راح يقول لك فعلا كيف هو ده يصير شنو اللي يخلي الوجع يروح هم راح يقول لك. اوكي مثل ما قلنا الداتا كولكشن اللي هي البيرسونال انفورميشن انفولف اول شيء بالبيرسونال انفورميشن وي هاف النيم and this is important for patient identification and for addressing. A six, طبعا ال patient exception is different with the sex. يعني ال female have different exception than male. ال age, طبعا as the age advance, كل ما ال age advance, there is degrees in يعني كل ما يكون المريض older there is decrease in adaptability in your and in neuromuscular coordination و decrease in learning ability and oral and facial tissue loss elasticity and resiliency. هاي كلها بالادفانس ايج يعني نعرف المريض شد الايج مالته نعرف هذا الشاب يختلف عن old patient. فقط مو فقط هذه ايضا ال H يعطيك فكره عن المايند اوف ذا بيشنت. يعني انت لما يجيك اولد بيشنت most of the time they come asking for function and comfort، لكن لما يجيك اولد بيشنت الكومبلين الاساسي مرات اذا ماكو بين هو مو الفانكشن يقول لك اريد استاتيك اريد فد شيء اسنان يطلع لي جمال حلو خاصه بالفيكس بروستودونتك نتكلم يقول لك اريد اسنان شكلها حلو لكن الكبير شو يقول لك اريد اسنان اكل بيها. فذلك المايند اوف ذا بيشنت ديفرنت وذ ايج. اوكي ان اديشن تو ذا this information we have to take the address of from the patient. Telephone number is important to contact with the patient. If you have to follow your patient you can contact him. Also the socio economic status of the patient are very important. خاصه بالفيكسد بروستودونتكس payment ability of the patient is important. حتى you select the proper treatment اللي هو not less than the maximum depending on the payment of the ability of the patient. يعني المريض إذا كان دفع ما يقدر يدفع لنوع من appliance عالي مو معناه إحنا نسوي له في الشيء رخيص وتعبان، لا الرخيص ممكن نسوي له نوعية جيدة بس رخيصة. يعني بدل ما نسوي له مثلا fixed partial denture سوي له removal partial denture، بدل ما نسوي له full zirconium أسوي له مثلا bonded porcelain أو بدل ما أسوي له bonded porcelain حسب أنواع الكراون مختلفة ياهو الأرخص بس بيبقى نوعية الماتيريال اللي اختارها أيضا جيدة بس يكون أرخص. أوكي الفيزيشن تليفون نمبر you have to take it for communication and asking about your patient health. أيضا family history نعرف أنه مرات الجينيتيك فاكتور play important role in the
disease in the family. فلذلك genetic factor is important. لذلك نسأل family history إذا أكو مثلاً أكو diabetic in your family, for example, any psychological disease, any many disease have a genetic factor that might involve in the patient family. Chief complaint with the Mugunne is important to taking from the patient in patient own word and don't ask the patient to answer a leading question with Mugunne. فهو والchief complaint هو primary reason for seeking for the patient to seek a treatment and you should analyze this complaint at the first of what you done and you do it during your treatment plan. You have to analyze this during diagnostic and treatment. You have to analyze this chief complaint because of this plan chief complaint, and accordingly you will plan how to treat it. طبعا chief complaint most of the time lie into four categories. Either it relates to the comfort of the patient, your pain or sensitivity or swelling, function, your difficulty in mastication or speech, social, bad taste or odor, and might be category الأخيرة هو appearance اللي هو إذا أكو discoloration, unattractive teeth or restoration, fractured teeth, كل that affect on the especially if these defect in the teeth lie involve in the that lie in the appearance zone. This will appear differently on appearance of the patient and will seek a treatment to improve his aesthetic. أيضا we take a medical history from the patient. هذه كلها عملية questioning. You ask the patient and you write what the answer of your patient. Medical history طبعا it is involved any medication, hospitalization, medication drug. الدراج مهمة نعرف إحنا أو الجنرال هيلث أوف بيشن مالتك كلها لأن يعني ممكن لها أي interaction with your treatment حتى تعرف how you manage this drug. طبعا the management of this drug or any disease with the, by consultation of the patient physician حتى تتفق ويا كيف عملية التريتمنت تبيد إذا كان هناك any disease or drug interfere with your treatment. الدينتال هيستوري طبعا is involved in oral surgical history, any surgery or extraction or anything, periodontal history مثل ما نعرف and restorative history. طبعا restorative نقول restorative it is any filling, crown, inlay, all of these. Endodontic history اللي هو endo well, orthodontic history طبعا it's very important these because يعني منها راح يعطيك انطباع المريض مدى اهتمام باسنانه. ممكن يكون ايضا احيانا احنا نركز على last dental history قد تكون cause the chief complaint of the patient. ال previous treatment ممكن اكو به مشاكل ممكن يعطينا انطباع كامل عن حول المريض وايضا مهمه جدا لل planning of the treatment for this patient. الكلينيكال examination بعد ما خلصنا data collection from the patient information جمعناها نجي على الكلينيكال examination. And this examination consists of use of sight, touch and hearing to detect condition outside the normal range. طبعا احنا بهذا الاكزامينيشن راح نبدي عملية السماع وايضا احيانا نبي نلمس اماكن معينة حتى نشوف اذا بها اي مشكلة او لا وايضا هي عملية النظر على المريض بصورة عامة كيف هو ايضا يعطينا انطباع يعني من اول ما يفوت لنا المريض you have to take look on the patient. Patient طبيعة مشيته لما نقعد على الكرسي طبيعة كلامه هاي كلها تعطينا انطباع عن مريض عن وضعيته اذا كان ممكن اكو
بأي يعاني من أي مرض، إذا كان يعطيك فكرة عن الايج اوف ذا بيشنت، مرات المشية مالته، السايكولوجي اوف ذا بيشنت، كل هاي ممكن تعطينا. فلذلك احنا عملية الاكزامينيشن ستارت فروم أول ما يدخل المريض إليك بالعيادة من خلال النظر إليه. أوكي، الجنرال اكزامينيشن انكلود از وي سي الجنرال ابيرنس، الجايت اند ويت، الوزن ار اسيست. اوكي، السكن كلر، انيميا اور جانديز اذا اكو ممكن لها تاثير، طبعا نعرف انه اذا عنده اي ديزيز. اوكي، الفيتال ساينز نشيك ريسبيريشن والبولس، تمبرتشر، بلاد بريشر ار ميجر. وبعدين بعد ما ناخذ هذني عمليه الجنرال اكزامينيشن سويناها، نروح الى الاكسترا اورال اكزامينيشن. ذس اكزامينيشن انفولف الفيشل اسيمتري، نشوف الفيشل اسيمتري اوف ذا بيشنت وذر ذا اسيمتري اور نوت، نشوف السيرفايكال ليمف نود لارج او لا، لان هي ممكن اكو ديزيز او لا، ليمف انفولفمنت، نشوف التي ام جي، تي ام جي اكو كليكنج، الاوبنج مالته، الموفمنت مالته نورمال او لا، ونشوف المسل اوف ذا ماستيكيشن. اوكي، باي palpation of the muscle. طبعا احنا different muscle عندنا for mastication، مثل ما نشوف هنا ال dentist هنا he palpate the masseter muscle. اوكي، ايضا هذه تعطينا انطباع عن وضعية المصل اذا بها اي trismus او لا اكو بها، وتعطينا فكرة عامة عن ال general ال extra. This has all of these here فد فكرة عامة عن extra oral examination of the patient. بعد ما نكمل ال extra examination with the extra is we have involved the lips. Lip, this can be critical during fixed prosthodontic treatment. طبعا lip عندنا two position لها، عندنا normal lip position والexaggerated، لما يلحق ضحكة قوية يكشر نقول عليها. طبعا هذه كلش مهمة، تعطينا ال appearance zone of the patient، تعطينا ال smile line، هاي كلها طبعا مهمة إذا كان الأول treatment involve any restoration in the appearance zone of the patient. أيضا تعطيك ال negative space، ال space between the upper and lower jaw teeth. أوكي، وتعطيك انطباع اذا اكو بهاي الاسنان اي فراكتشر، اي ديفكت، اي ستيننج، كل هذه او بور ريستوريشن. This my that might affect the appearance or this might affect the negative space. طبعا احنا نحتفظ بصوره السمايل مثل ما نشوف هسه الان بالفوتوغراف، ناخذ صور حتى نخلي نحتفظ بها وتفيدنا during our diagnosis والplanning of your treatment. الاكسوزال examination طبعا at this step we are going to have initial examination clinical examination for occlusion. We ask the patient to make a few simple opening and closing movement while carefully observing the opening and closing stroke. ونشوف with the special attention we're giving to initial tooth contact, tooth alignment and eccentric contact. يعني نخلي مريض slowly يفتح ويسد، ونشوف ال initial contact، نشوف ال occlusion، نشوف وضعيته، إذا أني أكو prematurity occlusal prematurity، نشوف ال eccentric contact وين ده يصير، اللي هي أني trauma for occlusion حتى نقدر نحددها ونسوي لها ممكن correction prior to treatment. الماوث اوبننج طبعا از امبورتنت تو هاف يور، طبعا الافرج ماوث اوبننج از مور ذان 50 ملم. ريستراكتد اوبننج نعتبره ريستراكتد اذا كان اقل من 35، يعني انتركاسبولر تشينج ان ذا جوينت معناه اكو، وهذا لما يكون اقل من 35 مليمتر راح يسوي لنا ريستراكشن بالحركه انسايد ذا بيشنت، خاصه اذا كان عندك مثلا انسترومنت
لازم تخلي بالك لما اكو restriction in the opening of mouth لازم تستعمل الادوات تكون حجمها صغير وما تاثر بالحركه يعني حريه حركه inside the patient خاصه الهاند بيس اوكي مثل ما نشوف هذا لما يكون restricted mouth opening difficult to have your instrument your mirror your mirror your hand piece your tray during impression كلها لازم تسوي adjustment لها قبل ما تخليها ببالك حتى تعرف شلون تتجاوزها during your treatment ايضا من خلالها ايضا بالmouth opening تقدر تشوف الميدلاين whether there is a deviation between upper and lower midline طبعا 12 ملم deviation between upper and lower يعتبر is normal الانتراوكلوزال اورال اكزامينيشن انفولف دينتال طبعا دينتال الكونديشن اوف ذا تيث whether there is a caries there is pulp involvement if there is any crowding rotation كل الاكزامينيشن تخص بالتوث اللي اخذتوها قبل بالدنتال during abutment evaluation بالمحاضره السابقه نبحث عنها الان اذا كوبي كيريس اذا يحتاج فيلينج اذا كان root involved or endodontically treated او البلب involved يحتاج اندو البوزيشن اوف ذا توث وين الروتيشن الباراليزم مالته inside the patient mouth كل هذه we examine it this information is properly evaluated during treatment plan only if objective indicates rather than vague assessment okay طبعا عندك هنا احنا بالطلاب اغلبهم اكو charting وعلى الشارت هذا تقدر تكتب تأشر انواع الاسنان المختلفة من السنترال المولار كلها شنو نوع من التريتمنت موجود بيها او اذا كانت اكو missing teeth ايضا الانترال examination involved periodontal examination اللي هي assessment the oral hygiene of the patient the oral hygiene of the patient is very important بال عندك نية تسوي له fix appliance you have to have proper oral hygiene إذا كان مريض bad oral hygiene لازم خلي بالplanning كيف you motivate your patient to have high standard of oral hygiene okay حتى you will be ensured that no plaque accumulation is formed on the crown margin which might lead to caries in future or periodontal disease. Now, after examination and history taking information جماعتها وسويت examination وجماعتها أيضا information نجي الdiagnostic aid اللي تحتاج تستعملها حتى تساعدك بتأكيد المعلومات اللي أخذتها من المريض وأيضا تثبت معلومات ما كنت ممكن تشوفها يعني ما تشوفها بالإكزامينيشن اللي هي عندنا vitality test radiographs وdiagnostic test examination والperiodontal probe مثل ما نعرف الفيتاليتي تيست عندنا طبعا بيركشن عندنا وفيتاليتي تيست بيركشن بالباك اوف ذا ميرور يو كان تاب اون ذا توث طبعا فيرتيكال تابينج اذا اكو بين يعطيك انديكيشن ذات ذير از ا بيري ابيكال سم بيري ابيكال مايت ذير مايت بي ا ليجن واذا باللاترال تابينج اذا اكو بين معناها عندنا فد بيريودونتال ليجن الفيتاليتي تيست مثل ما نعرف عندنا ديفرنت فيتاليتي تيست ثيرمال والكتريكال وتيست كافيتي هذه التيست نستعملها خصوصا على التوث اللي راح نسوي له ابلاينس خاصه مثل التوث اذا نسوي له كراون او اباتمنت توث لازم نتاكد من الفيتاليتي اوف ذيس توث لان فيري امبورتنت فيتاليتي لان اذا كان بلب متاثر او توث از نون فيتال المود اوف يور تريتمنت راح يتغير يعني اذا كان tooth involved pulp involved معناها راح تحتاج لك تسوي treatment endodontic treatment وبعدين تفكر تسوي post op care وبعدين تسوي على you use this tooth as a retainer or abutment for your bridge او اذا كان vital غير شيء طبعا vital you can
go ahead and you complete your treatment. Feedback vitality is very important. واحد من التريتمنت الفيتاليتي تيست المهم هو الثيرمال ستيموليشن ثيرمال تيست اللي هو يعتبر اغلب البحوث تقول هو افضل تيست يعطيك انديكيشن about the vitality of the tooth. طبعا احيانا لما نحن نشك بتوث و بالثيرمال مثلا والالكتريكال ستيموليشن ما يصير عندنا تيست اخر والكافيتي ويدرل على هذا التوث نسوي درلينج ونشوف البيشن يحس له لا وهذا ايضا تيست اخر يبين اذا كان التوث فايتال او لا. Radiographic examination, طبعا this radiograph is important. Well, on the other hand, you have to have a full mouth radiograph for the patient, and this radiograph should be examined carefully for caries, periapical lesion, quality of previous endodontic treatment, alveolar bone level, اللي هو important, crown root ratio, اللي هو أيضا مهم بالcrown bridge, root configuration, what direction and number of the tooth roots, all these examine. إذا أكو أني retained root كلها نفحصها ونسجلها هذه طبعا. أوكي. أهم شيء عندنا يخص الcrown bridge. You have to examine extent of bone support, root morphology, and periapical pathology. Okay, هذه أمور خاصة بالcrown bridge. مثل ما نشوف من خلال الإكسر راح تعرف السن, ال root length, ال configuration, number of the root, bone level. All this is from the radiograph. Okay. Also, you have to have البانوراميك راديوغراف ايضا هم ناخذ البانوراميك راديوغراف تفيدنا to identify for presence or absence of a teeth, الاسسمنت اوف ذا ثيرد مولر اذا كومباكشن ولا ايفالويشن اوف بون بيفور امبلانت اذا كان مخطط امبلانت يفيدنا بالبون ليفل, سكرينينج ايدنتولاس ارش فور بيرت روت تيب اذا اكو اي بيرت روت تيب بالإدنتولاس أرج همينة تعطينا إياها. فالراديوغراف أيضا مهمة. بعدين راح نذهب على ال Diagnostic Case Examination. طبعا إحنا المريض لما نجي ناخذ له Primary Impression, Primary Impression راح نصبها نطلع ال Diagnostic Case. ال Diagnostic Case راح نسوي ريكورد المريض في فيسبوك ريكورد وسنترك انتر كروزر ريكورد ونجي نسوي لهم شنو ماونتنج على الارتكوليتر ونجي نفحص ارتكوليتد دايجنوستيك كاست يعني على الارتكوليتر حتى نشيك ايضا مو بس نشيك الكاست يعطينا ان ابستراكتد دايركت اكسس تو ذا اول ذا دنتال ارش تيث السبيس كلها ايضا لما نسوي له ماونتنج راح يعطينا شنو العلاقه ما بين الابر واللور الريليشن السنتريك نشوف شنو وضعيته ايش قد الاوفر بايت اذا اكو اني بريماتشور كونتاكت كل هاي راح ندرسها. فالادفانتج اوف ارتكوليتنج كاست اكزامينيشن allow unobstructed view for the of endodontic arch, accurate assessment of the span length and curvature of the ridge, shape length of the abutment can be measured to determine which preparation design will provide adequate retention or resistance, evaluation of path of insertion to need to determine whether there is a need for modification or not, number, size and location of wear can be evaluated. يعني إذا أكو أي premature contact, over erupted teeth can be easily spot, evaluation, occlusion and interocclusal space necessary to re-establish proper occlusal plan, evaluation, the need for any occlusal correction, use for diagnostic wax up, primary removable partial denture design, surgical stent, وأيضا construction, it is important for construction of special tray. طبعا احنا هنا شو مسوين على الدياجنوستيك نسوي diagnostic wax up.
نعطي شكل الأسنان كيف راح تظهر، نشوف هل هذا على الدايجنوستيكاس وعلى هذا الاكلوجن نقدر نطلع الشكل النهائي لل اور ابلاينس، مثل ما نشوف هنا all the anterior teeth waxing by tooth color wax or acrylic sometime، ونقعد ونشوف الافكت مالته. طبعا هذا ايضا بالمناسبه ممكن تشوفه للمريض، راح المريض you discuss with him how the future treatment will be. Okay. هذا نسميه diagnostic wax up. ايضا عندنا during diagnosis we need the diagnosis photograph. طبعا you have to have photograph. طبعا nowadays we have a digital radiograph is easy can be gained from the patient. تاخذ ال radiograph then much diagnostic information can be gained from the photograph. Okay. اللي هي تفيدنا في ال treatment planning and also allow the practitioner to show the patient the photograph immediately so that you can co-diagnose with the patient and work with the patient chair side with while showing his problem and discuss the treatment. يعني مثل ما شفنا مثلا صورة اكو fracture، هذا المريض ما دا يفهم شنو ايش يصير، او اكو caries تشوف الصورة you discuss the patient تشوف شنو ال defect صار بالتوث وتقول له شلون راح يصير التريتمنت وش نحتاج نسوي تريتمنت. فهي عملية communication with the discussion with the patient what is the problem and how we are treatment. طبعا احنا اغلب الاحيان we have a set of radiograph ناخذ للمريض، خاصة اذا كان عندنا شغل بال يتعلق بالابيرنس والاستاتيك، نريد نحسن الاستاتيك of the patient، مجموعة من الصور ناخذها بالفول ماوث او الفول فيس of the patient والابر اند لور سوية واحد. هذه يعني اكو محاضرة خاصة عن موضوع الفوتوغراف، بس احنا طبعا نحكي جنرال فيكس بروسودونتكس، ما نحتاج انه الا اذا كان العمليه تتعلق بالاستاتيك وتحسين الاستاتيك اوف ذا بيشنت، بهذيك حاله ممكن نسوي فول سيت اوف راديوغراف او فوتوغراف حتى تساعدنا بالتريتمنت بلاننج. طبعا وات از ذا، جمعنا معلومات وكل شيء صار عندنا من عملية الهيستوري ومن الاكزامينيشن ومن باقي الدايجنوستيك ايد اللي تكلمنا عنها. ناو وات از ذا ايديال تريتمنت، بعد ما نسوي انتراكشن لازم نطلع تريتمنت that achieve the best possible long-term outcome for the patient while addressing all the patient concern and active problem with the minimum necessary intervention. يعني لازم نطلع علاج للمريض نعطيه طويل يكون ويلبي حاجات المريض، وأيضا علاج علمي يحل مشكلة المريض، يحل مشكلة المريض وايضا مو مشكله تحل مشكله المريض يوم او يوم، لا فتره طويله مريض يحل مشكلته وايضا يلبي حاجته وايضا بنفس الوقت يكون ساينتفك تريتمنت وليس شغل يعني كيف ما يكون. طبعا الماوث بريبريشن ريفر تو دنتال بروسيجر ذات نيد تو بي اكمبليش بيفور فيكس بروسيدنتيك كان بي بروبرلي، يعني قبل ما نبدي عمليه ال fixed prosthodontics treatment لازم عندنا mouth preparation اللي هي تسبق عملية ال fixed prosthodontics. وعندنا فد sequence معين لازم نتبعه، نشوف ال sequence of the treatment procedure، لكن in general ال sequence of this of the treatment should be adhered to what. أولا relieve the symptom of the patient اللي هو chief complaint, removal of etiological factor, okay, such as excavation of caries or removal of deposit, repair of the damage and maintenance of dental health. هذا العمل ال sequence of the treatment يجب أن يدور حول هذه المتطلبات.
The sequence of the treatment should be include, طبعاً include the missing teeth, retained roots, caries, and defective restoration. شو نسوي؟ أول شيء primary assessment مثل ما قلنا, emergency treatment of a presenting of the chief component who are presenting symptom. إذا أكو oral surgery, caries control and replacement of the existing restoration, definitive periodontal treatment, orthodontic treatment إذا يحتاج, definitive occlusal treatment, fixed prosthodontics, removal prosthodontics and follow-up care. هاي كلها عملية الـ sequence of treatment to prepare or make the patient ready for the next step اللي هي a replacement or fixed prosthodontics treatment. Treatment planning for replacement of missing teeth, طبعا selection of the material, طبعا اول ما نبدي treatment plan عندنا نحتاج you select the material اللي راح تستعملها بال appliance. What design matter? Design is the pontic, retainer, the bridge generally. وكل اللي أخذناه من معلومات أخذتها لازم تستحضرها الآن وتجي تقول شنو راح يكون ديزاين ونيا ماتيريال. وهذا تعتمد على شنو؟ تعتمد على الدينتال. الدينتال أيضا أخذناه سابقا, التوث لما نفحص التوث إذا كان بي كيريز ما بي كيريز, بي اندو ما بي اندو, البوزيشن مالته, الروتيشن أو لا, الباث اوف انسيرشن, هاي كلها تجي تسترجعها وتشوف الكيس مالتك. بعدين بايو ميكانيكال اذا كان اكو عندنا الارش كيرفيتشر, اذا كان عندك انترميديت اباتمنت باير اباتمنت, اذا كان عندك باث اوف انسيرشن يختلف, اذا كان عندك كناي ريبليسمنت, هاي كلها البايو ميكانيك الاكشن اوف ذا فورس اون ذيس اباتمنت ويل مايت افكت اون ذيس تسوينا تورك, لذلك هاو يو تريت ات اذا موجوده بحال هاي حاله لازم تعرف شلون تحلها. البريودونتال ايضا اوكي ايضا ام ندخلها بالعمليه لان لها علاقه بالماتيريال والديزاين. الاستيتيك از ا فاكتور, از امبورتنت فاكتور فور ذا تايب اوف ماتيريال والديزاين اوف ريستوريشن. الفاينانشال اند بيشنت, ويش فاينانشال از فيري امبورتنت, مثل قلنا البيمنت ابيليتي اوف ذا بيشنت از فيري امبورتنت. المريض لازم يحصل اذا البيمنت ابيليتي اوف ذا بيشنت قليله, لا مو معناها تعطي تريتمنت ليس ذان اوبتيمم, لازم تعطي اوبتيمم تريتمنت بعيدا عن البيمنت ابيليتي مالته. يعني اكو بدائل بس هي ايضا تعطينا بدائل التريتمنت تعطينا نتائج جيده وعلميه بس بنفس الوقت تكون اسعارها تختلف رخيصه. فلذلك احنا ما نجي نشلب انه مثلا نسوي له فلان شيء يقول له هذا يكلفك غالي, مثلا برج يكلفك هذا مليون, وهاي انت لا, اكو بدائل حتى المريض يكيف نفسه حسب البيمنت ابيليتي اوف ذا بيشنت. وايضا ندخل البيشنت ويش مثل ما قلنا, اذا كان احيانا يجيك اولد بيشنت يبحث عن فانكشن والكومفورت اكثر ما يبحث عن الاستيتيك, ويجيك يجيك young patient بحث عن الاستاتيك. Now selection of the type of the prosthesis, we either select removal prosthesis partial denture or tooth supported fixed partial denture or implant supported fixed partial denture. طبعا احيانا you might combine two type of appliance in the same arch. The conventional tooth-supported fixed partial denture is used when we have a tooth, abutment tooth are periodontally sound, the dentural span is short and straight, expected to provide long life of function for the patient, no gross soft tissue defect in the dentural ridge, while there for patients who are both highly motivated and able to offer. Other conventional bridge. ال resin bonded supported fixed partial denture, طبعا نرجع ايضا ترجع انت موجوده هي indication موجوده وش وقت نسوي, بس هذا مثل ما يقولون في الاعاده افاده. defect free abutment with where single missing tooth,
سنجل مولر طبعا ما عليه ستريس، يعني ماكو فانكشن قوي، ماكو اوكلوجن قوي، مو كل مولر. ميديال اند ديستال اباتمنت ار بريزنت، مودريت ريزوربشن اند نو جروس سوفت تيشو ديفيكت اون ديجيتال سريج. يانجر بيشنت هو ايماتشور تيث واللارج بالب، حتى ما بالكونفشنال بريدج بريباريشن او توث بريباريشن راح يسوي ممكن اكسبوجر حتى ما تعرض لهذه المشاكل. Tilted tooth can be accommodated only if there is enough tooth structure to allow change in normal alignment of axial reduction و periodontal splint. هذه كلها ممكن نستعملها لما نستعمل بها resin bonded tooth supported partial denture. Removal partial denture. Denture space greater than 2 posterior teeth. Anterior space greater than 4 incisor, dentition space with no distal abutment, multiple dentition space, tibet teeth with adjoining dentition space and prospective abutment with diverge alignment. هاي كلها نستعمل شنو؟ removal partial denture. Removal هو طبعا كروم كوبالت وليس الاكريليك. Ceramic veneer is used when we have intact anterior tooth that are marred by severe staining or development defects restricted to the facial surface of the tooth. Moderate incisal clipping and proximal lesion. I ceramic veneer. يعني احيانا عندنا ستيننج ديفكت بالفيشل فنستعمل بدل ما نسوي له كراون ونسوي ديستركشن اكثر نسوي هذا النوع من الريستوريشن. امبلانت سبورت فيكس بارشل دينشر انسفيشنت نمبر اوف اباتمنت بارشل اتيتيود اند اور كومبينيشن اوف انترا اورال فاكتور ميك ريموفال بارشل اور فيكس بارشل دينشر بور تشوز. No distal abutment, alveolar bone with satisfactory density and thickness in board flat ridge. Configure that permit implant placement, single tooth where defect free adjacent teeth, a span length of 2 or 6 teeth can be replaced, or a pair in an unusual span, 3 or more teeth long. طبعا هاي كلها حالات ايضا نستعمل بها شنو؟ الامبلانت. طبعا احيانا اذا عندنا مريض وعنده long standing dental space into which there has been a little or no drifting or elongation of adjacent teeth, while patient perceived no functional or occlusal or aesthetic impairment, بيش حالة يفضل انه ما تسوي اي treatment. يعني مريض يجيك تفحصه واكون منطقة missing وتشوف الاكلوجين ستيبل ومريض ما عنده مشكلة لا بالاستاتيك لا عنده بالفانكشن مشكلة وماكو لا درفتنج لا انونجيشن، ماكو داعي تجي تقول له هذا عندك مشلوع. لازم اذا وصل له مثلا 10 سنين شال السن وما صايرة هي مشاكل عنده تجي انت تسوي له بريج، ليش؟ راح يسوي ديستركشن بالادجيسنت توث ويسوي بريبريشن وما ادري شنو، وهو ما محتاجه لا محتاج فانكشن ولا استاتيك وصار له فتره اي تغييرات ماكو، فلذلك ماكو داعي تسوي لهيج مريض بروستاتيك تريتمنت تقول له انت ما تحتاج لعنى. ما عندك مشكله لا بالفانكشن ولا شيء، ماكو داعي تسوي ما دام بقي شيء افضل لك، افضل الاورال هايجين مالتك وافضل ما تتلف اسنانك. طبعا هذه بعد ما وصلنا الى نوع التريتمنت اللي يسوي اللي هو احنا فيكس قلنا ماتيريال وديزاين. ديزاين يشمل الماتيريال اسمه سيراميك او بوندد سيراميك او زارغونيوم او متل، والبوندينج نوع البوندينج ديزاين، والبريدج ديزاين ممكن فيكس موفابل ممكن يكون كانتليفر وات ايفر دان. بعدين راح تيجي بلانينج للتريتمنت ستيب مالتك اللي هي تبدي من عملية البريبريشن الى السمنتيشن. يعني انت تخطط عملية شو تسوي، راح تسوي تقول البريبريشن راح اسوي نوعية البريبريشن شنو مالتي، اذا كان فول متل اذا كان على سيراميك على ضوء راح اختار فينيشنج لاين معين، على راح اختار البير المناسبة وهي البير المناسبة. ايضا بعد ما اخلص البريبريشن يحتاج اسوي ريتراكشن على المواد، احضر الامور الخاصة بالامبريشن اذا كان ديجيتال او كونفنشنال تايب الكونفنشنال ياهو التكنيك اللي استعمله يحتاج سبيشال تري او لا كلها حضره، النوع التمبر اللي راح اسويه محضره ايضا جاهز ايضا اجهزه، وكل الستيبات مالتي حتى النوع السمنت اللي راح استعمله البوندنج لازم اعرفه من بدايه عملي. هاي كل الخطوات اسجلها في البلاننج اوف ماي تريتمنت حتى بعدين لما اجي اشتغل بحلق المريض اني I go straight forward
to complete my plan without any problem. يعني عندي من البداية تصور عام عن شنو راح أسوي للمريض. وبهذا طبعا احنا نكون انهينا موضوعنا اللي يخص diagnosis and treatment plan. Thank you very much for your listening.